أيها المشاهدون الكرام، أينما تكونوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة من هذا البرنامج. شكرا سلمان. الشكر يجوب أرجاء اليمن، أفئدة المواطنين شيوخ وعجزة، رجال ونساء، أطفال وشباب، جرحى ومرضى. هي رسالة شكر وعرفان وامتنان لتلك الجهود الجبارة التي حقيقة بذلت من أجل هذا الوطن من أول لحظة قررت المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي أن تكون حاضرة في المشهد اليمني لتحافظ على أمن وسلامة واستقرار هذا البلد، تعبيرا عن امتنان هذا الشعب وشكرهم لملك الحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. تتواصل هذه الفعاليات في مختلف أرجاء الوطن اليمني وعموم العالم. هي رسالة يود من يحبون أن يقدمونها، أن يرفعوا القبعات، أن يقدموا كل ما يمكن تقديمه لتلك الجهود الجبارة التي بذلت وما زالت تبذل وستبذل في قادم الأيام من أجل وطن آمن مستقر ومزدهر بمشيئة الله. نرحب بكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج وفي مستهله، كذلك نرحب بضيوفنا. نرحب بالأستاذ أحمد علي البحيح نائب رئيس اللجنة المنظمة لحملة شكرا سلمان، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. كما نرحب بالدكتور حسين لقور بن عيدان أهلا وسهلا. عضو الهيئة الاستشارية للحملة. أهلا وسهلا، يا مرحبا بكم. إذن بدأت الفعاليات، الناس بدأوا يستشعرون أهمية هذه الحملة، أهمية هذه الرسالة، الوقوف ومؤازرة ذلك الجهد الكبير. إلى أين وصلتم وماذا رصدتم خلال الفترة الماضية من تلك المشاعر الجميلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييك أخي الأستاذ فؤاد والأخوة السادة المشاهدين. بداية انطلاقا من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وفي رواية: أشكر الناس لله، أشكر الناس لله أشكرهم للناس. وفي حديث آخر: من أولي إليه معروفا فليذكره، فمن ذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. انطلاقا من هذا الهدي النبوي الشريف، ومنذ انطلاق شرارة عاصفة الحزم، وفي أول أسابيع هذه العاصفة، عاصفة الحزم، عاصفة الهبة العربية والعربوية والهبة القومية العربية التي هبت من أجل اليمن، كان هنالك الكثير من المشاعر وهنالك الكثير من الأحاسيس التي تختلج كل مشاعر اليمنيين بل العرب والمسلمين جميعا تجاه هذه العاصفة التي أحيت في قلوبهم الأمل وأحيت في قلوبهم العزة والنخوة والشموخ والشهامة. كان لابد أن تنطلق هذه العاصفة التي أسميناها عاصفة الشكر شكرا سلمان، والتي ستعم كل أرجاء العالم أينما وجد يمني في مختلف أرجاء العالم يعبر عن مشاعره تجاه هذه العاصفة وتجاه هذا الرجل النبيل، هذا الإنسان، الملك الإنسان، الملك سلمان، لشكره والثناء على ما قدمه ومن خلال دعمه وإعلانه انطلاق هذه العاصفة. كان لابد أن نبدأ من واجبنا الإنساني والأخوي بشكر هذه الحملة العربية والإسلامية بقيادة التحالف تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، بهذه الحملة التي تعم أرجاء البلاد للتعبير عن مشاعر كل اليمنيين شكرا سلمان في مختلف الفعاليات. انطلقنا ومنذ الأسبوع الأول من هذه العاصفة من خلال عدة برامج، كانت برامج من خلال البرامج الإلكترونية، تدشين عدة مواقع إلكترونية وصفحة الويب على الحملة، وأيضا دعوة مختلف الجاليات اليمنية في أنحاء العالم للتعبير عن مشاعرهم من خلال هذه الحملة. الحملة أتت استجابة لرغبات اليمنيين الذين يعبرون عن شكرهم للملك سلمان بن عبد العزيز ولقيادة التحالف بمختلف دولها الذين قدموا الغالي والنفيس. كان هنالك العديد من الفعاليات في مختلف دول العالم، بدأت في اليمن في محافظات اليمنية في الداخل من تعز ومن ثم في عدن، وهنالك بعض البيانات في محافظة مارب ومختلف المحافظات. بدأت في دول العالم انطلاقا من أمريكا، كان هنالك فعاليات في واشنطن ومختلف نعم. هذه الفعاليات. إذن الرؤية انطلقت، الفكرة
تبلورت بشكل كامل، وهناك شعور بالمسؤولية تجاه ما قدم لهذا البلد. كيف نبلور أكثر دكتور حسين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في اعتقادي أن أفضل ما ممكن تقديمه كعرفان لما قدمت المملكة العربية السعودية ودول التحالف بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، لا ينتظرون منا لا يعني الشكر ولا تقديم مساعدات ولا شيء، ولكن يعني ينتظرون أن منا أن نعزز انتصاراتنا التي تمت في الأسابيع الأخيرة، تعزيزها من خلال أيضا العمل على تحشيد أكبر قدر ممكن من المقاومة في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الحوثيين، حتى نصل بهدف بهدفنا إحنا التخلص من الحوثيين وتحقيق أهداف دول التحالف في إعادة الشرعية التي قامت هذه الحملة العسكرية من أجل يعني بناء على طلبها وبناء على رغبتها ومن أجل إعادتها إلى السلطة. لذلك أنا أعتقد أنه الأخوان في دول التحالف جميعا ينتظرون منا هذا العمل، ينتظرون منا أن نقدم أكثر مما قدم بالقدر الذي يعني هم مستعدين لتقديم كل ما ممكن من إمكانيات ومن دعم مادي ومن دعم إعلامي ومن دعم لوجستي في كل الأماكن. هم ينتظرون منا أن نكون في مستوى هذا الدعم، ليس من أجلهم فقط لكن من أجل شعبنا إحنا، وهذه هي في الأول يجب أن نعترف أن هذه هي قضيتنا إحنا. إذا لم نتحرك إحنا، تحرك الناس، تحرك القوى السياسية الموجودة الآن، المولة الشرعية وأنصارها ويعني أعضائها في المناطق التي أو في المدن التي لا زالت يحتلها الحوثي، بالتالي مهم جدا هذا الكلام. رسالتك فعلا مهمة، سنوضحها أكثر، سنوضحها أكثر إن شاء الله في من خلال هذا البرنامج. عن إذنك فقط، هل أريد أن أكمل فضل بس هذا ثاني خدمة ممكن نقدمها أو عرفان لهذه الدول، هو أن نطبع الحياة في المناطق المحررة التي تم تحريرها، وخصوصا عدن كرمز للمناطق المحررة جميعها. إذن استمرار لهذا الموضوع، هذا الكلام أي نعم، يعني هذه أكبر خدمة إحنا نقدمها، أن نشعر الناس بأن هذا الانتصار جاء لأجلهم، ونقدم عدن كنموذج لباقي المدن. إذا رأوا الناس في صنعاء وفي الحديدة وفي إبن عدن اللي تم تحريرها من قبل المقاومة والدعم التحالف، أنها أصبحت يعني آمنة، أصبحت الخدمات فيها استعادت حياتها الطبيعية، الناس بدأوا يروحوا أعمالهم، المدارس فتحت، الجامعات فتحت، تعملها كنموذج جاذب للآخرين، تشجعهم أنه شوفوا هذه الحياة اللي ممكن تقدمها لكم عاصفة الحزم ودول التحالف بالتعاون مع المقاومة. إذن ما عليكم إلا أن تتحركوا، لأن هذه الناس شوف تؤمن، أستاذ فؤاد وأخوي أحمد هنا تؤمن بالأفعال، تبغى شيء على الأرض ملموس. أنا أكلمك أنه سنعمل ناس تبغى تجي تلاقي حياة طبيعية، أوكي يعني بعد حرب وبعد حصار 4 أشهر ليه أنت تتوقع أنت حياة طبيعية خلال شهرين 3 أشهر، لكن على الأقل حتى الناس يشعرون أنك أنت جاد، خدماتهم يجب أن تتقدم، حتى بدل من الكهرباء مثلا 24 ساعة ممكن الناس يتحملوا 16 ساعة، ممكن مثلا المدارس بدل ما يكونوا يدرسوا مثلا الصباح فقط لا ممكن يدرسوا طيب. ناس يدرسوا ممتاز. فطبع الحياة طيب هذه أهم هدف وأهم دعم إحنا ممكن أو أهم ما ممكن رسالة نقدمها للدول التحالف، أنه دماء أبنائكم ودماء أبنائنا التي ذهبت من أجل هؤلاء الناس، وهؤلاء الناس اليوم نرفع الغمة عنهم، نرفع عنهم المشاكل، نرفع عنهم نعالج جرحاهم، ندعم أسر الشهداء، بيحسوا الناس أنه فعلا هذا يعني هؤلاء ينتظرون هذا منا، إحنا في جزء نحن نتحمله. طيب إذن خليك معايا فقط. انطلقت الحملة، بدأ الناس يستوعبون يعني في بادئ الأمر هذه الشعارات التي رفعت للتعبير عن الشكر والامتنان، هي مرحلة من أجل تعزيز سلوك معين، هو رسالة يجب أن يعني يقوم بها الجميع. الشكر ليس فقط شكرا بالأصوات أو شكرا باللافتات، ولكن الشكر هو بالتفاعل الإيجابي مع تقديم مجتمع وخدمة أفضل وتوفير مناخ أكثر أمنا وسلاما للمواطن. حملة شكرا سلمان، ومنذ بداية الخطوات الأولى التي دشنها مجموعة من الشباب اليمنيين الذين الغيورين على وطنهم والذين يحملون هذه المشاعر والذين سعوا من خلال هذه الحملة إلى تجسيد مشاعر وسلوكيات رد الجميل والمعروف، طبعا المؤكد أن أخواننا في قيادة التحالف في مختلف دولهم لا ينتظرون مننا نشكر قولا بل عملا من خلال التعاون والتعزيز والتكاتف، وأيضا العمل والبذل الجهد الميداني داخل الأراضي اليمنية
ليروا أعمالهم لها نتاج على أرض الواقع، لا ينتظرون منا أعمالا إعلامية بقدر ما أن هذه فقط صورة من صور تعابير الشكر، ولكن شكرنا لهم وثناءنا على أعمالهم سيرونها حينما نبني بلادنا بلاد اليمن ونعزز كل ما قاموا به من أعمال ونترجمها على أرض الواقع. حملة شكرا سلمان أو عاصفة الشكر وتحت شعار شكرا سلمان منذ البداية انطلقت بتشكيل لجان مختلفة، لجان إعلامية، لجان علاقات عامة، لجان ثقافية، لأن اليمنيين يختلفوا في تخصصاتهم، فلكل تخصص يريد أن يعبر من خلاله. الشعراء لديهم برامج مختلفة يعبرون من خلالها، الأدباء كذلك، المثقفين، الإعلاميين، الشعب بشكل الجماهير، الجماهير في الشوارع، التلاميذ في المدارس، في المدارس بمختلفهم. فكان للحملة قنوات مختلفة، وهذا البرنامج من برامج الحملة الذي سعينا أن يكون هو بوابة للتعبير، ولتاحت الفرصة للجمهور اليمني بمختلفه والجمهور العربي أن يعبر من خلاله. تدشين هذا البرنامج اليوم هو انطلاق، ليس تدشين للحملة، ولكنه انطلاق أحد أهم وأبرز البرامج الإعلامية الداعمة لهذه الحملة والمساندة، والتي من خلالها سنعطي فرصة أخرى أيضا للتعبير عن هذه المشاعر من خلال تلقي مشاعر اليمنيين وإيصالها إلى مختلف قيادة التحالف، مشكورة بجهودهم الجبارة. حملة شكرا عاصفة الشكر شكرا سلمان بدأت منذ بداية العاصفة ولن تتوقف، ستستمر حتى يرى البلد الأمين، بلد اليمن والإمام، يرى النور بتعاون وتكاتف ودعم ومساندة من قيادة التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية بشخص الملك سلمان. في حاضرنا الآن كثير من التقولات والتخرصات، كثير من الحملات المسعورة ضد دول التحالف التي ساندت هذا البلد، التي كسرت ذلك المشروع. كيف يمكن أن لهذه الحملة أن تكون ردا لكل تلك التخرصات وكل تلك الحملات الشعواء ضد دول التحالف؟ عندما قام الحوثيون في 21 سبتمبر بانقلابهم واحتلالهم لصنعاء، ظهر خطابهم السياسي وتهديداتهم ومناوراتهم العسكرية، وتناسوا أن هناك دولة إقليمية كبرى في هذه المنطقة اسمها المملكة العربية السعودية، واعتقدوا أن حلم المملكة أنه نوع من عدم أو نوع من يعني جبانة أو نعمل جبانة، مفتكروا أنها مش قادرين يعني على حسم الموقف، ولم يكن في خلد علي عبد الله صالح وأي من أتباعه، ولا عبد الملك الحوثي ولا أي من أتباعه، إن المملكة العربية السعودية ستقوم يوم 26 سبتمبر بهذا 26 مارس 26 مارس بهذا الحملة التي من أجل إعادة الرأس. فبالتالي هم ذهبوا بعيدا وتناسوا حقيقة المجتمع الدولي، تناسوا المجتمع الدولي. لا غير هذا، غير هذا يا أستاذ فؤاد، يعني ما يربطنا احنا بهذا البلد ليست فقط علاقات سياسية، احنا لسنا مثلا زي يعني اي دولة من دول المنطقة، احنا تربطنا بها علاقات وشائج غير، احنا التاريخ مختلط، التاريخ التاريخ الروابط الاجتماعية، نحن في اكثر من 1.5 مليون انسان من ابناء هذا البلد يعيشون على تراب هذا الارض، وراهم ملايين البشر يعيشون على حسابه او يدعمهم. فبالتالي العلاقة يعني مع هذا البلد غير عن كل البلدان، يعني صحيح انه اهلنا موجودين في بلدان كثير وفي اماكن كثيرة، لكن مش بحجم هذا الحجم اللي موجود في هذا البلد. لذلك ايضا الانقلابيون لم يرعوا في هذا الجانب لا التاريخ ولا الدعم اللي يقدم لهم كأشخاص قبل أن يكون حتى كبلد، ولم يراعوا مثلا كحكام الوار. يعني وصل بهم يعني وصل بهم أنهم يقوموا بمناورات عسكرية على الحدود. من أنت حتى تقوم بمناورات عسكرية على حدود دولة زي المملكة العربية السعودية وأنت انقلاب يعني. فبالتالي أنا أعتقد أنه هذا الخطاب الذي نسمعه الآن أمر متوقع من هذه، لأن هؤلاء شوف في السياسة أحيانا في مبادئ إن لم يكن فيها في السياسة حق الاختلاف موجود، حق الاختلاف موجود، لكن الاحترام يجب أن تحترم يعني كل
من لك علاقة فيه، حتى لو اختلفت معه بس يظل الاحترام حتى في الصراحة، حتى لو دخلت احترم عدو في أخلاقيات أيوه في أخلاق أيوه. لكن هؤلاء الناس لأنهم عجزوا عن تقديم حلول، ولأنهم عجزوا حتى عن سلوكيات الحرب الإخلاقية، شفنا ممارساتهم، شفنا في 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 المدن، شفنا ممارساتهم مع الأسرة، شفنا ممارساتهم مثلا في احتلال الأماكن العامة، في احتلال المدارس، في احتلال في تدمير المستشفيات. فبالتالي ما الذي لديهم الآن؟ فقط أنهم يقدموا خطاب عالي، خطاب غير يعني حتى لم يعد أحد هناك يأخذ بهذا الخطاب يعني. فلذلك أنا أعتقد أن هذه الحملة التي نسمعها الآن طبعا هي محدودة في أبواق محلية أو في بعض القنوات التابعة، فلنقولها بصدق لإيران ما نسميها، لكنها موجودة. فقط هذه اللي تحاول أنها تعمل انتصارات وهمية، وتعمل توحي بأن هناك ثورة، وأن هناك يعني تغيير، وأن يعني هم كده هم صوروا ما حصل من انقلاب في 21 سبتمبر الماضي انها هي ثوره جماهير، مش عارفين هم مجموعه ميليشيا جاءوا من 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 الجبال ونزلوا يعني على المدن، انبهروا بالمدينه، وللاسف يعني طبعا ساعدتهم يعني قوات المخلوع وادخلتهم وسلمتهم المناطق. لانه شوف انا اعطيك المناطق اللي انا اعرفها جيدا وانت تعرفها، مثلا احنا عارفين انه لم يدخل حتى 1000 حوثي يعني عدن، اللي موجودين اساسا هم القوات اللي كانوا موجودين اساسا من زمان يعني في في في, في المعسكرات، يعني القوات تابعه لعبد الله صالح، سواء في الامن المركزي، سواء في الجيش، في الدفاع، في الدباب المدرعات. نفس الشيء في المناطق الاخرى، مثلا يعني في في في, في شبوه اللواء نفسه اللي كان في المحور وفي عاصمه هو اللي بس خرجوا من المحور، لفوا ورجعوا ودخلوا بعلام الحوثيين. فبالتالي انت امام جهه أصبحت فاقدة لمشروعيتها، المشروعيتها الإخلاقية والسياسية والوطنية. لأن من يحدث الدمار اللي حصل في المدن اللي احتلوها، اليوم يحصل في تعز، بالأمس حصل في عدن، في أبين، وفي لحج، هؤلاء لم يعد لديهم يعني حتى أن يحملوا شرف كلمة الوطنية. لذلك يعني هم يحاولون الآن من خلال الخطاب أنه تصوير الحملة هذه التي تقودها دول التحالف، طبعاً بالتعاون مع المقاومة في المناطق المختلفة حسب المناطق، انها كانها عدوان، لكن الناس في 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 قرارة انفسهم عارفين حقيقة الامر. لذلك لن يضير السحاب نباح الكلاب يعني، فلينبحوا الى ما شاء الله يعني. لكن مرة اخرى انا اقول انه كما قال اخوي احمد، انه يجب ان نعزز، يجب ان ندعم، نقدم شيء على الارض لهؤلاء الناس تعبيرا عن شكرنا لهذا الملك يعني حقيقه، والدول ولكل رؤساء دول التحالف من المغرب الى 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 الى, إلى البحرين يعني، ما كلهم يعني يعني سالت دماءهم. خليني بس أيوة. دكتور فقط أيوة. يعني الان يعني المواطن عندما يقول شكرا هو يرد لك على كل تلك التخرصات، الطفل، المرأة في المدن، هذه المظاهرات التي تحصل أو التي يعني تكون موجودة في كثير من المحافظات هي تعبير. نحن لما نكتب مقالات، أنا شخصيا مثلا أكتب منشورات أو مقالات يعني، وأتكلم بشكل عام، أنا لسه من يحب المديح أو التبييل أو ذلك، لكن أكتب مقالات وحدد مواقف يعني. فحتى هذه النظرة الأكاديمية اللي عن بعد أنت تحددها، أنت تشوف المشهد أمامك وتتحدث عن أطراف الصراع وعن حيثيات هذا المتصارعين وعن يعني كما يقال يعني يعني أهداف كل المتصارعين، فيعتقد أنك أنت يقول لك أنت 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 عميل، أنت عفوا الحمد لله أنا عايش في هذا البلد 18 سنة أشتغل بعرق كبير، ما منتظر من أحد شيء حقيقة، لكني أحدد موقف سياسي، أقرب موقف سياسي. لذلك أنا أرى على نقل شعبي من أجل بلدي. أي نعم. أنه أنا أنه يوم 25 والله لم أنساه، يوم 25 مارس، يوم ما سقطت العند في هذاك اليوم، لم بعدها من الساعة 12 الظهر لم عد خلص، لا عاد أبغى أشوف تلفزيون ولا أسمع راديو ولا أخبار حتى النت وكل شيء. إلى ثاني يوم خرجنا أو صحينا الصباح وإحنا على أخبار جديدة، أعادت لنا الأمل فعلا في أن هناك يعني في دولة عربية شقيقة تحمل مسؤوليتها بشجاعة رغم كل المواقف المعادية لها، حتى من بعض الحلفاء اللي الكبار لها، لكن اتخذت هذا الموقف بشجاعة وبشكل تحملت المسؤولية بتنسيق مع دول التحالف الأخرى التي دخلت في التحالف. فبالتالي أعطوا أمل لنا. تخيل أنت مثلا للأمة العربية ليس لليمن. الأمر الآخر في هذه الحملة وهو المهم أنها أحدثت إعادة توازن في المنطقة. انتبهوا أنه إيران
اللي تحاول تبث هذه الفوضى في المنطقة. هي لا يمكن تدخل في حروب، جربت حروبها مع العرب وخسرتها كلها، لكنها من خلال للأسف شديد من خلال أدوات يعني رخيصة، أيوة، وتستخدم يعني أساليب يعني أساليب دنيئة في المذهبية وتشجيع هذه المظاهر اللي إحنا تناسيناها من زمان ولا نؤمن بها ولا نعتقد أنها هي ممكن تكون مدخل للصراع في يوم من الأيام بين شعوب المنطقة حقيقة. فظهورهم ظهور أو دخول المملكة ودول التحالف يومها في هذه الحرب، أنا قلت أكبر ضربة وجهت للمشروع الإيراني. المشروع الإيراني الآن في المنطقة كلها يتراجع، لا تصدق، يخليك من الجعجعات الإعلامية والانتصارات. هم في سوريا الآن يتراجع، في العراق الآن رفض جماهيري، نعم، رفض ناس، نعم، حتى من يعتقدون المواطنين، نعم، نعم، طبعا في اليمن هذا ما عرفوا. شوف في اليمن أنا قلت لهم يومها أفضل ما في مقاومة في المنطقة عندنا إن كنا نستشعر شيئين، إن نعتقد إن عدن هي بوابة العرب الجنوبية، نعم، هذا من موقف قومي، نعم، يعني لا يمكن نسمح بسقوطها بيد الحوثي، لأنه سقطت بيد الحوثي بكرة تصبح بيد العرب. ولولا المقاومة الجنوبية ولولا المقاومة الجنوبية التي اشتعلت في مناطق في عدن لما اشتعلت في بقية. صحيح فعلا، وأنا قلتها، قلت إنه المقاومة يعني حقيقة الجنوبية هي من أوقف تمدد الحوثيين. جاءت عاصفة الحزم لأن عززتها. أنت تذكروا المعركة، المعركة ما بدأت يوم 26 مارس، بدأ من 16 مارس من يوم معركة، نعم، الصولبان ومعركة المطار. فلهذا لا أقول لك أنه كيف أنه نحن نستوحي هذا الشعور القومي العربي في معركتنا، غير أن الشعور الوطني تجاه هذا الدخلة على هذا على على هذا الإقليم وعلى هذه المنطقة. نستشعر أيضا الشعور العربي عندنا، لا نريد العدن أن تصبح بغداد الثانية، ولن تكون إن شاء الله، ولن تكون. فهذا الآن إذا رسالتنا، خلينا بس عشان نركز على هذا الموضوع. حقيقة المواطن قال شكرا وقال للآخرين لفظهم وحاربهم وأخرجهم من المدن، هذه الرسالة كذا، هذه، نعم، رسالتنا. أفضل ما ممكن نقدمها لهم إن نعيد الحياة للناس ونعطيهم شعورهم إن هذه مجموعة، يعني هذه يعني مرحلة وقصيرة وتستنتهي إن شاء الله، ونعمل على تعزيز حياة الناس، على تقديم الخدمات لهم، على تقديم، يعني نشعرهم بأنه الحرب هذه ما جاءت من أجل تدمر ولا من أجل تقتل ولا من أجل البناء ومن أجل الحياة، نعم، في حرب من أجل الحياة، نعم، بأجل من الحياة. لك أن تتخيل، تخيل أن لو أن هذا المشروع انتصر وصل إلى حضرموت لدمر كل المنطقة، لدخلنا في حروب لا أول لها ولا آخر ولسنين، ولكن الله سخر لنا هذا البلد بجوارنا ودول التعاون والتحالف العربي كثير، وهم اللي، ولهذا نقول لهم من قلوبنا يعني حقيقة شكرا. ما نقولها يعني لمجرد انه 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 رد جميل، لا، انه احنا عارفين ان يعني 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 انه ما قدموه اكبر بكثير من امكانياتنا، الدماء، فبالتالي فاكبر شيء انه يقدم لك ابنائهم شبابهم يموتون على تراب ارضك، فهذه أكبر خدمة لهم أن نقول لهم شكرا، لكننا نقول لهم سنكون في المستوى المطلوب الذي أنتم تنتظرونه منا لبلدنا، مش لهم، نعم، لبلدنا، نعم. إذا المواطن تعززت لديه هذه القناعات بقول شكرا لمن قدم لنا يد الخير وناضل ويقاتلون الآن في كل مناطق وجبهات اليمن ضد دعاة الشر، نعم. تعزيز هذه الرسالة، أنتم في الحملة رؤيتكم واستراتيجيتكم لتعزيزها أكثر لتنتشر في كل محافظات الجمهورية ولتكون كلمة الشكر مرافقة لكلمة الرفض لتلك الميليشيات ومن عاونهم. بلا شك أنه كلمة شكرا تعني شكرا لما قدمت قيادة التحالف ورفضا لهذا المشروع، لأننا حينما شكرنا ذلك ذلك القرار الذي اتخذه الملك سلمان لأنه حقق رغبة في داخلنا ونجدة لوطننا ضد هذه الميليشيا المسلحة والتي تحمل مشروعا دخيلا ميليشاويا ليس له ارتباط لا عقدي ولا ثقافي ولا اجتماعي ولا ديني مع المجتمع اليمني. كان مرض سرطاني حاول أن يستشري في الجسد اليمني، ولكن بهذا القرار الحاسم والحازم استطاعنا استطاع بإذن الله
أن نقضي على هذا السرطان أو أن نعمل جاهدين على استيصاله من الجسد اليمني. حملة شكرا سلمان هي حملة ليست فقط على المستوى اليمني ولكنها حملة على مستوى العالم لتقديم الشكر ولدعم هذا القرار العربي الشجاع، قرار خوض معركة عاصفة الحزم. الحملة عملت جاهدة ومنذ بداية انطلاقتها إلى إبراز دور المملكة العربية السعودية في دور التلاحم والتماسك بين الشعب اليمني والشعب السعودي والشعب الخليجي وقيادة التحالف. هذا التلاحم ليس تلاحم مؤقت وليس مرحلي، بل هو تلاحم عميق وهناك ارتباط استراتيجي وارتباط ثقافي وهوية عربية واحدة. العمق الاستراتيجي ما بين اليمن والسعودية هو عمق ومنذ الأزل، الجغرافيا لن تتغير، السعودية واليمن جغرافيا واحدة، ثقافة واحدة، هوية واحدة، بل علاقات وأصهار وأنساب واحد. فهذه الحملة من أبرز أهدافها هو إبراز هذا التلاحم، هو إبراز العلاقة ما بين الشعبين الشقيقين، إبراز للعالم أننا شعب واحد، هدف واحد، العدو واحد. لأن الحملة عاصفة الحزم كانت لنجدة الأمن القومي العربي وليس فقط الأمن اليمني. لأننا نعلم جيدا أن الحوثيين ومن خلفهم إيران كانوا يسعون إلى ما بعد صنعاء، حينما تحدث أحد قياداتهم العسكرية لقد سقطت العاصمة الرابعة. التوصيف للأسباب والمسببات كل الناس يعرفوها، فقط نركز على الحملة ونشاط الحملة وانطلاقها. خلينا نذهب إلى تعز مع بعض. نذهب إلى تعز. إذن نشوف، كانت تعز وتحت ظلال القصف المستمر لهذه الميليشيات قد أحيت فعالية شكرا سلمان في 18 من أغسطس الماضي، وامتدت الفعالية لتصل في تلك الفترة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي احتشد اليمنيون المقيمون في أمريكا أمام البيت الأبيض تزامنا مع زيارة خادم الحرمين الشريفين للترحيب بجلالته، يقولها عالية وتحت سمع وبصر العالم: شكرا سلمان. وهو موقف عبر عنه الشعب الذي اكتوى بنيران التآمر الحوفاشي المسنود من إيران. إذن نذهب إلى تلك المشاعر الجياشة التي رسمها أبناء هذه المحافظة وهم يتلقون قصف الميليشيات ليقولوا شكرا لمن وقف معنا وسحقا لمن يقصفنا. وما عليكم بطاعة الله واتباع سنة نبيه والالتزام بالتوجيهات والقيادات، فإنها طاعة في الحرب مطلوبة أشد من طلبها في السن، لأنها حب للأمر. وإن الحمد لله وكفى، والصلاة على عباده الذين المتتبع لهذه الحملة يلاحظ أنها يعني هناك ردة فعل قوية من أطراف الدكتور معي أنت، يعني المتتبع لمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الصحفية والإخبارية يلاحظ عندما تقول شكرا كأنك ذكرت شيء معين، يعني يزعل زعل كبير جدا تلك العصابات الحفاشية والحوثية من كلمة الشكر. يعني لماذا في نظرك؟ أنا أعتقد إنه طبعا يعني إحنا شوف يجب أن نتكلم بصدق، إحنا في صراع، في هناك ناس يجهلون حقائق كثيرة عن هذه الأزمة وعن هذا الانقلاب، خصوصا بعض الناس المحدودي التفكير أو القراءة يعني وحقيقة الأمور كما هي، وبعضهم تعصب لمجرد التعصب، لمجرد إنه والله أنا مع المؤتمر أو أنا مع يعني طبعا مع المؤتمر الحوثيين أو
فبالتالي يعني يحاولوا قدر الإمكان التشويش يعني على 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 على, 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 على الآخرين الذين يقومون بهذه. هذه كلمة شكرا صحيح إن الآن صارت حملة، لكن هي موجودة لو أنت تشوف على هاشتاج حقها موجودة من اليوم الثاني اليوم الأول لشكرا سلمان، يعني موجودة يعني من زمان يعني. يعني طبعا من 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 اللي قام بها؟ هم الناس العاديين تعبير، يعني تشوف مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي شوف الناس اللي مثلا عاملين البروفايل حقهم مثلا صورة الملك سلمان او مثلا يعني ما يرضى المملكة. نعم. فهذا في حد ذاته هو تعبير عن ال عن 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 يعني عن عن موقف الناس هذه. وبالتالي يعني اعتقد ان الرسالة قد وصلت، الرسالة قد وصلت إلى أخواننا في التعاون وفي المملكة العربية السعودية بالذات، يعني قد وصلت لهم الرسالة. يا أخي يعني في إيران كانوا في أقل من 50 طالب انتهت إقامتهم وزوار بعضهم، لما تأخروا 10 أيام في أيام الحرب الأولى جلسوا يدفعونهم كل يوم 10 دولار غرامات، وبلد زي المملكة تستقبل أو أكثر من 500,000 إنسان بعائلاتهم بأولادهم بأطفالهم وتعطيهم الإقامات بسرعة وتدخلهم وتسمح لهم. اليوم سمحت لهم بالمدارس، دخول أبناء الناس الزوار بالمدارس يعني، والتطبيب المجاني. يعني من يتحمل هذا من هذه الدول؟ من يتحمل هذا؟ المملكة العربية السعودية موقفها هذا يعني ليس بجديد. أنت تعرف أنه فقط من تحمل رواتب الجيش خلال السنوات الماضية؟ من اشترى كثير من العتاد والسلاح اللي اليوم يوجه لها فهذه يجب أن يفهموا أخواننا في دول التحالف وبالذات في المملكة العربية السعودية، أن أيضا إذا كان في خصوم مثل الحوثي وعلى عبد الله صالح وبعض أتباعهم، فهناك شعب أيضا يقرب بالعرفان لهم ويحترم هذا الموقف وسيظل يحتفظ بهذا يعني بهذا الموقف الإخلاقي العروبي الإنساني الذي وقفته المملكة العربية السعودية في كل المجالات الإنسانية والإغاثية والسياسية والعسكرية والمادية. يعني بلد سخرت كل إمكانياتها وضعتها تحت تصرف دولة، استقبلت دولة، أنت تستقبل دولة في أخرى يعني داخل بلدك تقيم. فبالتالي هذا واستقبلته في يوم من الأيام، واستقبلتها المخلوع وعالجته وأكرمته وأعادته إلى الحياة. إن أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة تمردا. فبالتالي هذه يعني من يعرف علي عبد الله صالح لا يثير عندي حقيقة الاستغراب من سلوكه، لأنه من يعرف تاريخه صحيح. بالتالي هذه مسلك بسيط في سلوكياتها اللي خام بها ناس وتخلص منهم وتغير. بالتالي أنا اليوم برضه أحب التأكيد على شيء، على أن المملكة العربية السعودية أنه يجب أن نؤكد على شيء واحد، أنه نحن جميعنا بغض النظر عن قضايانا الخاصة وخليها على جنب، نحن أمامنا هدف واحد مع التحالف، دعم الشرعية في كسر هذا المشروع المذهبي السلالي بكل سياسيا وعسكريا وفكرا. بكرة أو الحوثي يبغى يتحول يسلم سلاحه قطعة واحدة ما تبقى عنده، أهلا وسهلا، يعمل له منظمة مثل أي منظمة أخرى. إنما أني أستثني اليوم، ولهذا أنا أحذر من أنه في دعوات الآن ظهرت من بعض القوى السياسية للأسف شيء يريدون أن يخطأ أنه تعالوا خلونا بندخل في حوار، خلونا بندخل. لا، يجب أن يكون هناك شوف حل جذري ونهائي. يا أخي اسألوا أنفسكم، 62 وإحنا في كل 10 سنوات حوارنا سيطول دكتور في هذا الجانب، حوارنا سيطول حقيقة. فبالتالي إذا كان أكبر خدمة إنه التراجع عن أهداف تحقيق أهداف الدول، عملية عاصفة الحزم واستعادة الأمن، نريد مجتمع خالي من التسلح والسلاح، خالي من تهديد الطرف الآخر، أي طرف آخر. نريد حياة من التعايش والأمن والسكينة والسلام، هذا الذي نريده ولا يمكن أن نحيله. وهذه لو قدمناها سيكون الاستقرار، ستكون التنمية، ستكون اليمن تحت أي حلول يعني مستقبلية للحوار، للحلول لقضاياها، ستكون رافد لهذا البلدان وتأمن خلفها في مواجهة يعني هذا التهديد. كل دول العالم عندها عفوا الدكتور، بس فقط عن للإضافة فقط، نحن تساهلنا مع كثير من الأشياء والآن ندفع الثمن.
نحن 22 مليون يا عزيزي، 22 او 23 مليون، لم نستطع ان نقيم دوله. يا اخي بنغلاديش 175 مليون، اندونيسيا ممنوع 200 مليون جزر، كل واحده في جزر، عايشين عفو. يعني ممنوع تحمل سكينه في 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 في, في بنغلاديش، ممنوع تحمل سكين في بنغلاديش، واذا مسكوا عليك سكين تحبس سنه او 6 اشهر. يعني هذا متى بي انا بعطيك اياه باختصار. يعني والان احنا معنا ترسانه ممنوع، يجب ان نقضي على كل الترسانه الموجوده لدى الاشخاص. خلينا بس لا بشان تكمل هذه. شوف متى هذا ممكن يتحقق؟ تحقق عندما تكون عندنا دولة الإنصاف، دولة إنصاف، دولة العدل. أنا لا أضطر أذهب إلى الشيخ إكس ولا عقيد فلان لأنه أنا جيت للمحكمة. عندما تقام دولة العدالة، دولة المواطنة الحقيقية الذي فيها إنصاف لكل الناس دون استثناء، لا بغض النظر عن مستوى اجتماعي، غني، فقير، قبيلة، حيك، ما أعرف إيش هذا الكلام، يجب أن يكون. إذا قامت هذه الدولة كل هذه، أما إذا ضلينا الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان عقيد فلان، هؤلاء وأنا بقولها باختصار هم أس مشكلتنا في هذا البلد. نعم. يعني كانت تعز حاضرة في الوقت الذي يتم فيها القصف، وأنتم يعني من أطلقتم هذه الحملة وتواصلتم مع الجهات هناك. خبرنا أو حدثنا عفوا يعني حول تفاعل المواطنين في هذه المحافظة، وكيف أنهم يقصفون من هذه الميليشيات ومع ذلك أقاموا فعالية ورفعوا شعارات وهتافات كانت حاضرة. أبناء تعز دائما كانوا دوما في مقدمة الصفوف. أبناء تعز تعز الثقافة والأدب، تعز المدنية والحضارة، كانوا ومعهم مختلف أبناء الشعب اليمني حريصين كل الحرص على تعبير عن مشاعرهم وشكرهم للملك سلمان ولقيادة التحالف. رغم القصف ورغم التدمير والتفجير ورغم الحصار الذي كان تفرضه ميليشيا صالح والحوثي على تعز، ورغم القصف العشوائي الذي كان يطول كل المساكن وكل المؤسسات، وبالذات في ذلك اليوم يوم الجمعة من في 28 من قصص، أصروا أبناء تعز إلا أن يقدموا هذه العريضة التي رأيناها وهذا الحشد الجماهيري من أجل تقديم الشكر والعرفان والتعبير عما يختلجهم من مشاعر للقيادة التحالف ممثلة بالملك سلمان. هذه الأخوة في محافظة تعز، وهناك لجان في مختلف المحافظات. خلينا نتكلم على هذا الجزء. نعم. وبعدين ندخل في هذه اللجان. الهدف من إنشائها هو الضغط الذي يأتينا من الشارع اليمني للتعبير عن المشاعر. الشارع اليمني بكل فئاته وبكل شرائحه يريد أن يعبر عن مشاعره، فكانت هذه الحملة البوابة التي يستطيع أن يعبر من خلالها، من خلال مظلة واحدة أو من خلال عمل مؤسسي منظم. الهاشتاغ شكرا سلمان فعل منذ بداية انطلاق عاصفة الحزم، ووصل إلى أعلى التقييمات وترند في على مستوى تويتر وفيسبوك. هذا الفيسبوك ومختلف مواقع التواصل أيضا. هذه اللجان بدأت تعمل في مختلف المحافظات. رأينا تعز خرجت برجالها ونسائها وشبابها، وفي يوم الجمعة ذلك اليوم الذي أمطرت فيه المحافظة بمختلف أنواع الأسلحة، خرجوا معبرين عن شكر. ولذلك كان سؤالي للدكتور قبل قليل أن هناك كل ما قلت شكرا، كل ما قصفوك وأطلقوا عليك وابلا من كلمة شكرا لقيادة التحالف هي بمثابة القذائف والRPG وقذائف المختلف القذائف لهذه الميليشيا وعصابة صالح. حينما تشكر الآخر فأنت تقتل العدو والخصم الذي يعيث في الأرض الفساد، لأنه يعلم جيدا أنت حينما تشكر فمعناها أنك تكفر به. شكر التحالف هو كفر لهذه الميليشيات والدموية وأهدافها ومخططاتها التي سعت إلى تنفيذها على مستوى الخارطة الجغرافية والتي أجهضتها عاصفة الحزم. كلمة شكرا هي بمثابة السور والحصين في وجه هذه الميليشيا، هم يغتاظون من شكرا لأنها تعبر عن مشاعر كل اليمنيين وليس القلة من اليمنيين. هم عندما يروا هذا السواد الأعظم يصيبهم حالة من الهستيريا. لماذا يشكرون هؤلاء؟ لأنهم يختلفوا معنا في نفس المشروع. ولذلك سنرى من خلال هذه الأيام القادمة أن شكرا سلمان ستعم كل المحافظات، لأن الشعب اليمني بطبيعته العاطفية
والعربية والعاطفة الجياشة، شعب بطبيعة يبحث عن التنمية، يبحث عن الاستقرار، نعم، يبحث عن الهدوء، عن السكينة، عن التطوير. ومن أهم ما سمعناه من الشارع اليمني بشكل عام، ومن داخلنا نحن قيادة الحملة، من أهم وسائل الشكر هو أن نعمل جاهدين إلى قيام الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة، دولة العدل والمساواة، دولة القانون، دولة سلطة الدولة، ليست دولة الميليشيا ودولة هذه العصابات. ووسائل البناء، ووسائل البناء ستختلف في قادم الأيام، نعم، إن شاء الله. ووسائل البناء ستختلف. خلينا أستاذ أحمد نذهب إلى عدن. مشاهدي الكرام، عدن هذه المدينة التي ارتوت بدماء الشهداء وهي تدافع عن مشروع الأمة العربية. عدن هي بوابة العرب، هي البوابة التي كسرت ذلك الهيلمان والغطرسة والتجبر والتكبر الذي كان يحمله هذا المشروع. عدن عندما قاومت قاوم كل الوطن. شهدت عدن أمس الأربعاء مسيرة حاشدة، رفعت فيها لافتات عاصفة الشكر، وارتفع الهتاف بشعارات جسدت عمق ما يكنه الشعب من امتنان وعرفان لخادم الحرمين الشريفين وقادة التحالف الذين جادت أيديهم بالخير لليمن في أحلك الظروف التي تمر بها. الحملة الشعبية للشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في عدن أن تفتتح فعاليتها لتشارك فيها كل من يحمل الشكر والامتنان للملك سلمان ولكل دول التحالف في أنحاء العالم للواجب الشرعي والأخلاقي الذي تحملوا على عاتقهم في هذا الظرف العصيب الذي يمر بشعبنا الشجاع الذي أنقذ عقيدتنا وهويتنا ومستقبلنا مما يقارب 4 أشهر. ونحن نتطلع المشاركة في هذه الحملة للتعبير عن ما تكن عدن وأهلها من شكر وعرفان لفارس العروبة والإسلام الملك سلمان بن عبد العزيز، لنؤكد له ولإخواننا في المملكة العربية السعودية من خلفه جيشا وشعبا ولكل دول التحالف على رأسها الإمارات العربية المتحدة وقادتها بأن أهل عدن لن ينسوا المعروف والجميل، وبأننا سنظل مدينين لهم والأجيال القادمة، نحن ومن معنا من أهلنا ومن أجيالنا القادمة. إن لجنة حملة عاصفة الشكر في عدن تعتبر هذه الفعالية مجرد تعبير رمزي عن مشاعر أهالي عدن تجاه خادم الحرمين الشريفين وكل من شارك في حملة عاصفة الحزم، ونتطلع لمرحلة وموجة من البرامج والفعاليات في إطار هذه الحملة وفي أنحاء العالم ليشارك العالم ونسمع العالم بأن الملك سلمان في قلوبنا وأنه لبى نداء من أهله وجيرانه. تم في هذا اليوم تدشين حملة شكرا سلمان عاصفة الشكر. من لا يشكر الله لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ومن أجل أن نقابل هذا الإحسان بالشكر والعرفان أقمنا هذه الفعالية لنشارك كل من يحمل المودة ويحمل الشكر لدول التحالف وللمملكة العربية السعودية بالقرار الذي اتخذوه. نشكر التحالف على ما قام به في عدن وفي اليمن كامل، ونشكر سلمان. إذن مشاهدينا الكرام، تلك المشاعر من عدن. دكتور حسين، كانت مشاعر صادقة نابعة
من ذلك الألم الذي تجرعه أبناء عدن خلال 4 أشهر من وجود هذه الميليشيات الدموية في هذه المدينة التي لم تحمل السلاح يوما ضد أحد؟ وعلى ذكر عدن وحياة الناس وتفكير الناس فيها، أنا كان لي لقاء بعض الأخوان الذين يهتمون مع الإغاثة من مركز الأمين سلمان بحكم علاقة العمل، يعني أصدقاء يعني من شباب السعوديين، فلما سألتهم يعني شفت لهم صور على صفحاتهم، صور يعني مع المقاومين ومع الدم، فقلت لهم ما كنتوا تشعروا بالخوف؟ قال تصور إننا لم تكن لدينا ذرة. في البداية في تردد، لكن بعد ما نزلنا والتقينا بالناس هناك أصبحنا يروح أسبوعيا بعضهم، أصبحت بالنسبة لنا يعني رحلة ممتعة لأن نلتقي بالناس، صرنا نتعارف نحن وياهم، لم نشعر بالخوف. لك أن تتخيل شيء واحد، أن ترى طيارين عسكريين في طيارات المساعدات اللي تنزل في مطار عدن يعني، وهم مع الشباب المقاومة مسلحين جنبهم ويتصوروهم وياهم بكل. طيب يا أخي حتى المحاذير بقول لك ما نشعر بالقلق. فبالتالي هذا جزء من يعني من أنا بعتبره جزء من العرفان، أنك أنت جيت عند ناس، أنت في بيئة حاضنة لك، أنت في بيئة ناس يستقبلوك بفرح فعلا، يعني يشعروك الناس أنك أنت جزء منهم، ولا يشعروا بأنك أنت جاي من بلد آخر أو بعيد أو 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 أنك تجي تسأل. بالعكس يعني هذا الشعور عند الشباب الأخوان الأخوان السعوديين اللي يذهبوا إلى في رحلات الإغاثة، يعني داول إحنا وياهم في جلسات، يعني بصدق يقول لك نحن ما أبدا، نحن في عدن كأننا رايحين على أي مدينة أخرى، فقط الظروف الحياة والصعوبة في يعني لكن في الأخير قال بشعور عادي جدا، شعور يعني شعورنا وسط أهلنا. لذلك أنا مرة أخرى إنه هذه التعابير التي شاهدناها الناس هنا، شوف هؤلاء الناس ما حد يعني أرغمهم على أنهم يطلعوا يقولوا هذا الكلام، ولا حد طلب منهم مثلا يعني كالتزام حزبي ولا سياسي ولا تابعي للإكس ولا زد من شعور طبيعي ذاتي. هذا شعور أنا أؤكد لك يعني إذا حتى الآن، لأنه ما في حاجة اسمها كاملة، لكن أنا أقول لك إن غالبية الناس حتى في المناطق اللي تحتلها الآن ما زالت، صحيح أنا إنهم يعني تحت سيطرة الحوثيين وغير قادرين على التعبير، لكن غالبية الناس يعرفون بصدق موقف هذا وأهميته في مصلحة البلد هذه، ومن أجل تحريرهم من هذا الاستعباد الجديد اللي في القرن 21، يعني الناس يريدون يعيدوننا إلى القرون الوسطى. نستكمل معك دكتور، لكن دعني أرحب بالأستاذ عدنان الجنيدي، ناشط سياسي من عدن. أهلا وسهلا فيك يا أخي عدنان. أهلا وسهلا بك أخي العزيز، وتحية لك ولكل ضيوفك الكرام في هذا البرنامج. اليوم وبالأمس وقادم الأيام سنشهد كثير من المشاركات والفعاليات تحت يافطة هذه الحملة المعبرة شكرا سلمان. بإذن الله ستستمر هذه الحملة التي بدأت يوم أمس في مدينة عدن، وهي عاصفة الشكر التي من خلالها يريد أبناء عدن إيصال رسالتهم إلى كل الشرفاء الذين وقفوا مع أهالي عدن ومع كل الشرفاء والمخلصين تجاه ما تعرضوا له في هذه الحرب الظالمة. لن تنسى عدن يوم 26 من مارس، اليوم الذي انطلقت فيه عاصفة الحزن، لتعلن فعلا قرار الحزم الصادر من رجل الحزم وكل الأشقاء الذين لبوا النداء إلى جانب خادم الحرمين الشريفين، سواء من رؤساء وملوك وأمراء دول مجلس التعاون العربي أو الخليجي، أو سواء من باقي الدول العربية التي ساهمت في هذه الحرب. شعبنا وأهلنا يقولون شكرا سلمان، وأخير الملك سلمان صاحب القرار وملك الحزم، كأول سهم انطلق في هذه العاصفة، واتخذ القرار والمبادرة، ومن هنا اتخذت عدن القرار بأن توجه كلمة الشكر الأولى للملك سلمان ولكل شعب المملكة العربية السعودية، ولي العهد وزير الدفاع وكل أفراد وضباط وقادة الجيش السعودي الشريف. نعم يعني أستاذ نشكر أستاذ الجو. أستاذ عدنان، جو المملكة العربية السعودية وكل النسور العرب
الذين ظلوا لآلاف الساعات يدودون على سماع حدا في تلك الظروف العصيبة. نعم أستاذ عدنان، يعني سؤال، كيف لمست مشاعر الشباب والأطفال والنساء والشيوخ والكبار وأنتم تستهلون هذه الحملة؟ نعم سيدي، نعم أخي العزيز، وستصل إلى كل أشقائنا الذين ساهموا ولن ينسى شعبنا يوما. هي ملحمة سطرتها أمتنا العربية، اتخذ القرار فيها خادم الحرمين الشريفين وكل أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي وكل الأشقاء العرب وكل الأصدقاء الذين ساندوهم في هذه الحملة. ستنحت ونحتت هذه الملحمة بأحرف من نور في تاريخ شعبنا وفي تاريخ أمتنا. نعم. هي حرب من أجل الذود عن تاريخ أمة وعن مصير أمة. عدن كانت الصرخة وكانت النداء الذي تداها له كل الشرفاء وكل البواسل أينما وجدوا. نعم. لن ينساها شعبنا، لسنظل نزيل بها أجيال وراء أجيال لكل المخلصين. نعم كلمة الشكر لن تقف عند هذه الفعالية، سيكون هناك أيضا فعالية شكرا لدولة الإمارات العربية المتحدة، شكرا خليفة، شكرا لقطر، شكرا للبحرين، شكرا للكويت، شكرا لكل أشقائنا، شكرا لمصر والسودان، لكل الأشقاء ولكل الشرفاء. شكرا للرئيس هادي صاحب القرار الشجاع وصاحب الموقف الشجاع وصاحب النداء الذي توجه إلى أخوته وأشقائه الذين لبوا نداءه، الذي استشعر معاناة شعب مقلوب مظلوم. نعم. يعاني عانى ويعاني. شكرا شكرا لكل للدماء التي سالت حقيقة على مذبح الحرية وهي مدافع عن عدن. عاصفة أنت تسمعني الآن؟ أخي عدنان الجنيدي، كنت أتمنى أنك تسمعني بشكل واضح، لكن إن شاء الله نتواصل بإذن الله. كانت رسالتك مميزة، أتمنى لك التوفيق في جهودك إن شاء الله. نعود لك دكتور حسين، مشاعر كبيرة واضحة، معالم يعني تبين أن هناك تطلع لمستقبل أفضل لهذه المدينة التي عانت حقيقة خلال الفترة الماضية. كان لي لقاء مع أحد المحللين، قال والله إنني أرى مخططا لمستقبل عدن لا يتصوره الكثير من الناس. هناك مفاجأة لهذه المدينة، لمستقبل هذه المدينة. هناك محطات لقطار ستكون هناك، شريان لحياة قادمة في هذه المدينة والمدن الأخرى. هناك تصور لكلمة الشكر القادمة والمستمرة التي بدأت وانطلقت وستستمر، لأن المشروع أكبر من ما نتخيل. عدن هذه المدينة التي أعطتنا ولم نعطها شيء للأسف الشديد، أدخلتنا المدنية، علمتنا، أخذتنا من الأرياف، حضرتنا، أدخلتنا إلى عالم الحياة الحديثة والمدنية. هذه المدينة سكنت فينا قبل أن نسكنها. أنا ممن زار كثير من بلدان العالم وعشت في مدن أكبر بكثير وفي دول غير يعني متقدمة جدا، لم ترقني الحياة في مدينة إلا في عدن، لم أتخلى عنها. لذلك أمام هذا الوضع اللي مرت عليه هذه المدينة للأسف الشديد، وخصوصا في الفترة الأخيرة والإهمال اللي تعرضت له، أنا ابن المدينة، يعني أنا ممن ينتمي إليها، لما أجي أخذ الجانب اللي أنا كنت أعمل فيه اللي هو الجانب الطبي خلال 25 سنة، هي نفس المؤسسات الطبية التي كانت موجودة من ربع قرن كامل لم تضاف إليها أي مؤسسات جديدة للأسف الشديد. نعم. تعمد علي عبد الله صالح وقالها في إحدى الليالي في مهرجان بعد حرب 94 العدوانية على عدن، وقال في 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 قالت زعجتونا بعدن عدن عدن، إيش عدن؟ عدن مثل الجوف أو صعدة. هذا المنظور اللي نظر لها على عبد الله صالح، وفعلا أراد أن يحولها إلى قرية كبيرة، حتى مش مدينة، لا إلى قرية كبيرة. يعني جلس قال أنا لا، ليس تقليل من صعدة أو الجوف أو ذا، لا، ولكن عدن غير.
عدن عاصمة، عدن عرفت يعني المدنية، عرفت المياه المياه الصحية بالأنابيب قبل ما تعرف القاهرة وبيروت. عدن عرفت الغرفة التجارية سنة 1892. عدن يوم من الأيام كان مطارها ينافس مطار طوكيو. عدن كانت ثالث مينا في العالم في حركتها التجارية. عدن كانت أكبر شركات وأكبر البنوك العالمية موجودة فيها. هذه عدن، عدن اللي من دخلها تعدن. إذا الذاكرة العربية فبالتالي لا من أجل الوقت. أيوة من أجل الوقت. أنا أقول لهؤلاء الناس اللي ظهروا قبل شوي على اللي هؤلاء اللي قلت لك، هؤلاء من رحم المعاناة يتكلمون، هؤلاء من عاشوا المأساة وحسوا بما قدمت الدول التحالف. طبعا بعد فضل الله وفضل المقاومة الجنوبية التي صمدت صمود أسطوري في ظل اختلال في القوى بينها وبين المعتدين. وبالتالي هؤلاء الناس مش مضطرين انهم يظهروا على الشاشه ولا مشان يقول كلمتين يعني شكر، لا، الا من احساس، لان هؤلاء هم من حس وشعر فعلا بحجم المعاناه اللي عاشتها عدن واهلها 4 أشهر تحت الحصار، تحت الحصار العسكري والغذائي والانساني وحتى الخضار والفقر، حمى الضنك وغيره والمرض وكل. نعم. فلهذا يعني انا اعتقد برضه جديد مشان اختم بحديثي مره اخرى، انه اهم ما نقدمه تعزيز الانتصارات، تطبيع الحياة في المناطق المحررة وخصوصا عدن، رفع المعاناة على المواطنين والخدمات العامة في مدينة عدن بالذات ولحج أبين لها دمرت كثير، والإسراع في عودة الحكومة للعمل ميدانيا. هذا أكبر خدمة سنقدمها وأكبر شكر أنه إحنا أيضا قادرين. نعم. ندير أنفسنا. نعم. بأنفسنا إذا كنا. جميل. قادرين. شكرا شكرا دكتور حسين. وهو محور أخير يعني في أقل من دقيقة ونص. أستاذ أحمد، هناك من سيتخيل الآن أن هذه الحملة مدعومة وأنها تمتلك أموال وسيتم الصرف عليها، ولا يعرف أن هذه الحملة منطلقة من دوافع ذاتية؟ الحملة حملة شعبية خالصة انطلقت من مشاعر مجموعة من الشباب. ليس بتمويل شخصي من نفس هؤلاء المجموعة الشباب في مختلف أنحاء العالم، تحمل لها لجان وشباب ناشطين في مختلف أنحاء العالم كلهم من أبناء الجالية اليمنية. ليس هنالك حتى الآن حتى اللحظة هذه أي دعم، لكن الحملة تعبر عن مشاعر اليمنيين وترحب بكل اليمنيين، والباب مفتوح لكل اليمنيين بل وكل العرب لتقديم شكرهم وعرفانهم لقيادة التحالف. عاصفة الشكر ليست فقط بهدف الهدف منها تحديد أو شكر دولة بعينها، وإن كانت تتمثل بشخص الملك سلمان لأنه صاحب القرار، صاحب قرار عاصفة الحزم، ولكنها شكرا للإمارات، شكرا للبحرين، شكرا لقطر، شكرا للكويت، شكرا للمغرب، شكرا للسودان، شكرا للدماء، شكرا للأرواح، لمصر، حينما شكرا لمصر، شكرا لكل قيادة التحالف، شكرا لمن ساهم كان دعما ماديا ومعنويا وعسكريا ولوجستيا لدعم هذه العاصفة. هذه الحملة هي عاصفة شكر لكل الدول. نعم. التي قدمت التحالف. رسالتكم للذين يعني للشعب اليمني، رسالتكم لي أنتم في هذه اللجنة أو اللجنة المنظمة الآن، وإن شاء الله ماذا سنرى في قادم الأيام؟ نتمنى أن أولا أن نرى تفاعل كبير بحجم هذه الحملة وبحجم من نقدم لهم هذا الشكر والعرفان من كل أبناء الشعب اليمني في مختلف دول العالم. هذا واحد. اثنين، نتمنى أن نرتقي وأن نكون أرقى مما ينقل ومما يوضع من صور ذهنية خاطئة من في الخارج والداخل، أننا هذه الميليشيا لا تمثل إلا نسبة بسيطة من الشعب اليمني، والشعب اليمني شعب الحضارة وشعب التقدم وشعب الرقي. هذه سلوكياته، سلوكيات الشكر والعرفان. ثالثا، وهي رسالة من الحملة لكل أبناء الشعب اليمني، أن الحملة حملة كل اليمنيين بمختلف انتماءاتهم وبمختلف أطيافهم ومختلف سلاليتهم ومختلف مناطقهم، تعبر عن كل مشاعرهم، ليست لتيار محدد ولا لجهة محددة. حملة شعبية يمنية لشكر المملكة العربية السعودية ممثلة الملك سلمان، وشكرا ولشكر قيادة التحالف في مختلفهم. سنرى في الأيام القادمة من برامج الحملة، هناك برامج على الإلكترونية، وهناك برامج وبرامج تفاعلية جماهيرية، وهناك برامج أيضا شعبية ستجوب كل دول العالم التي تجد بها هذه الجاليات. سيخرج كل الشعب، كل أبناء الجاليات التعبير عن مشاعرهم كلا من خلال وسيلته، كانت وسيلة إلكترونية أو فعاليات جماهيرية أو أمسيات شعرية أو حتى
رسائل نقدمها لشكر قيادة التحالف مثلا الملك سلمان. الحملة أعيد وأكرر هي حملة شعبية يمنية تمثل كل اليمنيين. أستاذ أحمد علي البحيح نائب رئيس اللجنة المنظمة لحملة شكرا سلمان، شكرا جزيلا لك، أتمنى لك توفيق. دكتور حسين لقور بن عيدان عضو الهيئة الاستشارية للحملة، أتمنى لك التوفيق أيضا. أنت مسافر غدا إلى قطر، ها؟ إن شاء الله إن شاء الله نشوفك بإذن الله في أقرب وقت بإذن الله. شكرا جزيلا لكم، كما أجل كل الشكر والتقدير لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم لمجريات هذا اللقاء. حتى الملتقى أنتم بأمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.